العاشر من أكتوبر لعام 1973 تواصلت المعارك التي خاضتها القوات المسلحة ضد قوات العدو. حاول العدو استعادة خطوطه لتتمكن القوات المصرية من فض الهجوم وتكبيد الإسرائيليين خسائر فادحة. المزيد حول تفاصيل يوم العاشر من أكتوبر أو السادس من أكتوبر العاشر من رمضان في سياق العرض التالي والزميل محمد ترك. أهلا بكم. معارك مستمرة خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة ضد قوات العدو بعدما عبرت قناة السويس فكبدته خسائر فادحة. بعد سيطرة قواتنا المسلحة على منطقة شرق القناة قام طيران العدو بمهاجمة قواعدنا الجوية، إلا أن وسائل الدفاع الجوية المصرية تصدت له فأسقطت 4 طائرات، كما أسقطت طائرتين معاديتين فوق القطاع الشمالي من الجبهة، إضافة إلى قصف مركز لقيادة العدو ووحداته على الساحل الشمالي لسيناء، ما كبد الإسرائيليين خسائر فادحة في العدة وفي العتاد. تقهقر العدو شرقا واستمرت القوات البرية في تقدمها شرق قناة السويس ومطاردة مدرعات العدو، ما مكنها من الاستيلاء على 15 دبابة وعربة مدرعة، كما أسرت عددا من جنود العدو. أثناء تقدم إحدى وحداتنا البرية في القطاع الجنوبي من الجبهة اشتبكت مع قول مدرع للعدو في معركة عنيفة فدمرت عددا كبيرا من دباباته وعرباته المدرعة ومدفعياته، وفر أفراد العدو تاركين وراءهم أسلحتهم 3 دبابات و4 مدافع و6 مدافع نصف بوصة و4 هاون 81 ملم. في العاشر من أكتوبر انتهت معركة وادي النيران التي كانت قد بدأت في السادس من أكتوبر. كانت المعركة في جنوب سيناء بمنطقة وادي فيران وأبورديس اللذين يعتبران محورا مهما لجنوب سيناء، يستخدمه العدو في الدفع بقواته باتجاه الجنوب وإلى أبورديس شمالا إلى عيون موسى ثم إلى القناة. كانت مهمة كتيبة الصاعقة هي عرقلة تقدم العدو على المحور الساحلي لمنعه من الوصول إلى قناة السويس، كذلك تكبيد العدو أكبر الخسائر. بالفعل أسفرت المعركة عن تعطيل تقدم العدو وتدمير أتوبيسين وقتل أكثر من 50 فردا. أما في معركة لسان بورتوفيق فقد تم وضع خطة لمهاجمة الدبابات الإسرائيلية من جهة التبة المسحورة، ما كانت قواتنا من تدمير عدد من دبابات العدو الذي فشل في مساندة قواته برا وبحرا وجوا، ما دفع القيادة الإسرائيلية لتسليم الموقع إلى القيادة المصرية لتنتهي المعركة بأسر 37 ضابطا وقتل 18 جنديا وتدمير عرباته ودباباته والاستيلاء على معدات وذخيرة تقدر ب28 طنا. كانت هذه تفاصيل لعمليات اليوم العاشر من أكتوبر، معركة الكرامة، أيام للتاريخ نسردها هنا معكم.